إذن هاي applications of Bernoulli's equation. هاي فكرة Bernoulli's equation. هون واضح هون فيش عندي هيد، فيش عندي اختلاف في الهيد، بس في واضح إنه اختلاف رح يصير إذا هذا طبعاً incompressible. The fluid بده يكون incompressible. Incompressible في density هون رح تضلها نفس density هون. فلازم الفلو نفسه. ليش الفلو نفسه؟ ما حد يفكر إنه الفلو زاد هون لأنه زادت السرعة. الفلو نفسه المادة مش conservation of mass، conservation of matter. فالمادة اللي دخلت من هون هي نفسها اللي بتطلع من هون. فالفلو نفسه، الفلو عند النقطة هاي هو نفس الفلو عند النقطة هاي هو نفس الفلو عند النقطة هاي. ما حد يقول لي الفلو زاد، شو اللي زاد؟ السرعة، بس زادت السرعة هون. بس لما زادت السرعة ايش صار عندي بالكينيتيك انرجي؟ لما تزيد السرعة بتزيد، طب بصيرش طاقة تيجي فروم نوثينج، ايش اللي لازم ينزل مباشرة؟ البريشر. فلازم ينزل البريشر هون عشان اضل محافظ على نفس الطاقة. هاي هي المبدأ الأساسي. ولذلك هون الضغط في المنطقة هاي رح يكون أقل من الضغط في المنطقة هاي، بس سرعة المادة هون بالمنطقة هاي أعلى من سرعة المادة بالمنطقة هاي. الفلو هو عبارة عن السرعة في الكروس سكشنال أريا مساوي للسرعة في الكروس سكشنال أريا هون. نزل الكروس سكشنال أريا هون بنسبة معينة، فلازم السرعة تزيد بنفس الكروس سكشنال أريا هون، ولازم ينزل البريشر. البريشر بنزل تبع هاي المادة حتى يحافظ على الطاقة. فيش اختلاف في الهيد هون بين واحد واثنين. هاي احد تطبيقات برنولي في اللي هي في الكربوريتر. كانت المحركات معظم المحركات تستخدم كربوريتر عشان يبخر البنزين ويخلطه في المزيج اللي جاي من هون. الحديث الانظمه الحديثه كلها انجكشن، لكن هذا لسه موجود في بعض التطبيقات. بعض اللون مورز، الاجهزه اللي بتشتغل على المحمول اللي بتشتغل على الفيول البنزين او. فهون عندي هاي الفكره الاساسيه انه عندي هون كروس سكشن اريا كبيرة، نزلت هون الكروس سكشن اريا. فإذا نزلت هون الكروس سكشن اريا شو بصير بالسرعة؟ الفلو نفسه بزيد. فإذا زاد السرعة لازم الضغط ينزل. إذا قل الضغط صار الضغط هون أقل من الضغط عند النقطة هاي. فراح يدخل البنزين من هون، ولأنه الضغط منخفض إيش راح يصير في البنزين؟ راح يتبخر. بصير أسهل تبخره، فبصير أسهل اختلاطه مع الهواء. وهاي هون اللي هي الخانق التشوك اللي بغير هاي المساحه، فبسمح لوقود اكثر من يمر من هون او اقل من يمر من هون. واظن هذه موصوله بدعسه البنزين. هذا احد التطبيقات، انا احد التطبيقات في الكاربوريتر. عندي هون تطبيق بنستعمله في الفلوميترز اللي هي بنسميهم الديفرنشال بريشر فلوميترز. في ناس بسموهم لا مش اوبستراكشن، ديفرنشال بريشر فلوميتر. Differential pressure flow meter بيعتمد على مبدأ أساسي إنه أنا عندي flow للفلويد. إذا بدي أقيس هذا الفلويد للفلويد بقدر أقيسه بشكل غير مباشر. شو بعمل؟ بحط أوريفيس أو فتحة معينة هون. هاي الفتحة الكروس سكشن أريا تبعتها بتكون أقل من الكروس سكشن أريا من هون، فبتزيد السرعة هون فبنزل الضغط. انخفاض في الضغط بضل موجود لمسافة، ولذلك لاحظوا هون أنا أخذنا الأوتبوت بعدها بشوي صغيره، رح تقولي لازم اخذتها هون، صحيح، بس هو فعليا الضغط ببين هون في ضغط منخفض، لانه فعليا الفلو الحقيقي بكون على مسافه اقل، يعني احنا اذا حطينا اوبستراكشن، اذا حطيت انا اوبستراكشن لفلويد، الفلويد ايش رح يصير فيه؟ رح يتجمع كله هون. لما يطلع ما رح يطلع فجأة من هون يرد يمشي بهذا، رح ياخذ مسافة حتى يرد يرجع للاريا تبعته. فهون رح يكون الضغط منخفض، بزيد 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 لحد ما بعد فتره يرجع لنفس الضغط اللي موجود. حتى نقيسه استعملنا ايش بنسمي هذا التيوب؟ له اسم؟ مانوميتر. هذا اسمه مانوميتر، اللي هو طريقه لقياس الضغط باستعمال سائل. هون عاده بكون زئبق. ليش بنستعمل الزئبق؟ ليش بفضل الزئبق؟ عشان دنسيتي عاليه، ولان هالدنسيتي عاليه شو بتسمح لي؟ بمسافه قليله اقيس ضغط كبير. لو بدي استعمل مي بدي استعمل تقريبا 10 اضعاف او 13 ضعف حجم التيوب هذا. بس اذا استعملنا ماده لها دنسيتي عاليه بتسمح لي اني بمسافه قليله اقيس ضغط. لاحظ واضح مين الضغط الاوطى؟ بي 2 ولا بي 1؟ بي 1، لانه الضغط المنخفض زائد هذا العمود قدر يتغلب على الضغط المرتفع. اوكي واضح لهذا؟ اذا طيب هذا شو بستنتج منه الاختلاف في الضغط؟
زيادة السرعة، زيادة السرعة أو السرعة شو بتمثل لي؟ الفلوريت. فإذا عرفت السرعة إذا قدرت أعرف السرعة اللي موجودة هون بقدر أستنتج منها الفلوريت، لأني بعرف الكروس سكشن الأريا فبقدر أستنتج الفلوريت. هذا السيت أب معمول عشان نعمل كاليبريشن لهذا الفلوميتر، هذا عبارة نوع من أنواع الفلوميترز اسمه ديفرنشال بريشر دي بي فلوميتر. دي بي فلوميترز مستعملين كثير بالصناعة بشكل عام، بس مشكلتهم إنه لازم الليكويد يمر في الأورفيس، وهاي الأورفيس طبعاً صغيرة، فإذا في شوائب ممكن الشوائب تأثر عليها هاي، بس إحنا ما بنعمل بأورفيس زي هيك. كيف بكون شكل ال التضيق؟ بكون على هذا الشكل اللي هو الفنتولي، هذا الشكل اسمه فنتولي اللي هو بصير عندي بتغير هذا الكروس سكشن اريا تدريجيا. هذا كمان بيسمح انه بيسمح انه الشوائب ما تتراكم شوائب هون، انه هذا التغير يكون تدريجي. طيب رح ناخذ الان اذا هذا السؤال، هذا السؤال اللي هو تطبيق على المعادله.